أعزائي طلاب طالبات الصف الثالث الثانوي أهلا وسهلا بكم في برنامج المدرسة النموذجية درس جديد من دروس الفيزياء وإن شاء الله تستفيدوا بشكل جيد وممتاز في هذا العام الدراسي الذي أسأل الله أن يوفقكم فيه دوما وأبدا الفضاء هو ملايين المجرات والكواكب وما بينهما من غبار كوني، لكن كيف بدأ الإنسان في غزو الفضاء وإرتياد الفضاء؟ إرتياد الفضاء بدأ سنة 1957 في أربعة أب أرسل الاتحاد السوفيتي روسيا حاليا أول قمر صناعي حول الأرض سماه سوبوتنيك واحد. في نفس العام أرسلت الاتحاد السوفيتي كذلك روسيا حاليا قمر صناعي سمته تو يحمل الكلب لايكا. لماذا الكلب لايكا؟ تمهيدا لإرسال البشر. سنة 1958 أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مكوك فضاء لدراسة المناخ والفضاء سمته ديسكفري ويعني المستكشف أما سنة 1960 استطاع رائد الفضاء يوري جاجارين من الدوران حول الأرض وهذا كان أول خروج للإنسان إلى الفضاء الخارجي سنة 1969 لحقت الولايات المتحدة وأستطاع رائدي الفضاء الأمريكيين نيل ارمسترونغ وادوين الدرون من الوصول الى الفضاء او عفوا الى القمر ووضع نيل ارمسترونغ اول اقدامه على القمر اعزائي الطلاب درس جديد وموضوع جديد الصواريخ والاقمار الصناعيه كما تلاحظوا كما لاحظنا في مقدمه الحصه لاحظنا بدايه غزو الفضاء غزو الفضاء انطلاق اول مسبار فضائي قلنا سنه 57 1957 في 4 اب 57 الاتحاد السوفيتي لروسيا حاليا ثم توالت بعد ذلك مركبات الفضاء من الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي اذا بدا غزو الفضاء، غزو الفضاء هذا كله بدا في المجموعه الشمسيه نفسها وبنلاحظ انه لو لاحظنا معكم هنا الارض، الارض هي غلاف قوي غلاف قوي يحيط بهذا الارض وهي اكبر مشكله تواجه فيما بعد اي اجسام تحاول اختراق هذا الغلاف الجوي زي ما تلاحظ ان الشهب تحترق داخل الغلاف الجوي هل لاحظت نيزك هل لاحظت شهب لماذا يحترق داخل الغلاف الجوي بسبب الاحتكاك الكبير داخل الغلاف الجوي يبقى المجموعه الشمسيه والفضاء الكوني كل هذه ارتيادات وبنلاحظ في الحصص القادمه ان شاء الله كيفية السير في أغوار الفضاء يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إذا الكون شاسع الكون شاسع بلا بداية ولا نهاية وكلكم طبعا آه تتابعون مراكب الفضاء وآخرها مركبة جمسوات التي تغزو الفضاء في الوقت الحالي الآن إذا نتكلم عن الفضاء وما هي الوسائل التي من خلالها الإنسان صنعت وهو أكبر جهاز صنع الانسان اللي هو مكوك الفضاء او بمعنى اخر صاروخ الفضاء الذي يحمل الاقمار الصناعيه والذي يحمل مكوك الفضاء والذي يحمل المسابير اللي هي مناظير الفضاء، ما هو اذا هذا الـ 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 الاختراع الضخم الذي اخترعه الانسان؟ هو عباره عن صواريخ الدفع النفاذ. صواريخ الدفع النفاذ كما لاحظتموها قبل شويه قبل انطلاق او انطلاق الصاروخ نلاحظ هنا داخل الصاروخ ماذا يوجد وما هو مبدا عمله وكيف تبدا او كيف بدات فكرته لاحظوا معي ثلاثه محركات في الصاروخ محرك اول محرك ثاني محرك ثالث هذا المحرك يشبه محرك السياره تحترق بداخله بترول ولا ديزل لكن هنا في وقود صلب نسميه شده احتراق عندما يندفع الى اسفل تنطلق الصاروخ الاعلى كلكم يلاحظ طبعا صواريخ الاعراس صواريخ الاعراس نفس الكيفيه هناك احتراق تنطلق إلى أعلى نفس الوضع نفس الذي أمامنا لاحظوا معي صاروخ هنا هذا الصاروخ الدفع النفاذ بسميه هذا مكوك فضاء داخله رواد الفضاء إذا هذا الصاروخ بيحمل مكوك الفضاء ما هي فكرة عمل هذا الصاروخ هي الفعل ورد الفعل هناك نشاط في الكتاب عندما تنفخ بالون ثم تتركها بتلاحظ ماذا تنطلق البالون كفعل وما وماذا حدث في البالون، لاحظ الهواء داخل البالون، خرج من خلف البالون، هذا هو الفعل. وهذا هو رد الفعل. عندما أقول ما هو الفكرة الذي بنيت عليها الصواريخ؟ بتقول الفعل ورد الفعل. ما هو النشاط الذي يوضح هذه الفكرة؟ بتقول نشاط البالون. عندما ننفخ بالون ثم نتركه حرا، فإن هذا البالون ينطلق إلى الأمام كرد فعل. ما هو الفعل اللي حدث؟ خرجت أو خرج الهواء من خلف البالون. الصاروخ يخرج مباشره كميه هائله، كميه رهيبه من الغازات المحترقه، ثم يندفع الى الاعلى، ماذا يحمل؟ يحمل مكوك فضاء، يحمل اقمار صناعيه للدوران حول الارض، يحمل مناظير يسموها مسابير، يسبر اغوار الفضاء. اذا لاحظ معي الصواريخ هي عباره عن اجهزه صنعت من اجل رفع مكوك الفضاء، رفع اقمار صناعيه وكذلك مسابير الفضاء هذه مهمته نقول ما هي مهمة الصواريخ مهمته هي حمل المكوك الفضاء حمل قمار صناعية أو حمل مصابير إلى الفضاء الخارجي هذه هي مهمة الصواريخ مهمة الصواريخ إذا مهمة الصواريخ بكرر مرة أخرى هنا أوضحها هنا ما هي مهمة الصواريخ أقول كذا مهمة الصواريخ ربما بالسؤال بيجي لكم انواع الصواريخ ما هي انواع الصواريخ انواع الصواريخ وظائف الصواريخ هي حمل اقمار صناعيه خارج الارض ايش كمان اثنين حمل مكوك الفضاء خارج الارض ثلاثه حمل مسابير الفضاء ما هي مسابير الفضاء؟ هذه مناظير استكشاف فضائية تطلق إلى الكون فقم بمراقبة الكون وتصويره إذا هذه هي الصواريخ اللي أمامي بتتكون من ماذا؟ ثلاثة محركات لاحظ معي المحرك الأول وهو أقوى المحركات المحرك الأول أقوى المحركات ليش؟ لأنه يتغلب على الجاذبية الأرضية من إيش بيتكون؟ ما هي وقود الصواريخ؟ ما هي الوقود اللي تحترق وتدفع الصاروخ إلى أعلى، هذا الوقود يسموه وقود الأكسجين السائل، ليش أكسجين سائل؟ قالوا لأنه شديد الاحتراق، إذا وقود الصواريخ وقود الصواريخ ما هو؟ الأكسجين السائل، لماذا؟ أول حاجة خفيف الوزن شديد الاحتراق وهناك كثير من الوقود الصلب كذلك المستخدم حاليا في الصواريخ لذلك بنقول ان المحرك الاول انطلاقه عندما يدفع الصاروخ الى اعلى مده معينه مرحله معينه نسميها ثم ينفصل عن الصاروخ اي ينفصل المحرك الاول عن الصاروخ ويبقى المحرك الثاني يشتغل برضه ويبدا عمليه اندفاع راسه الى اعلى ويواصل الحركه الى اعلى الى ان يصل الى نقطه معينه يتخلص الصاروخ من المحرك الثاني بعد انتهاء الوقود بعد المرحلة الثالثة هذا المحرك الثالث وهو اقل المحركات قوة لانه يخرج من نطاق الجاذبية ومن ثم يصبح سهولة في رفع الصاروخ حتى المرحلة الثالثة يتخلص الصاروخ ويبقى رأس الصاروخ بس رأس الصاروخ هذا الذي يقيد مكوك الفضاء مباشرة بعد انتهاء المحركات الثلاثة ورميهم الى البحر او الى الصحراء يبقى رأس الصاروخ في الفضاء يبدا مكوك الفضاء في التخلص من هذا الوضع ويبقى يسبح في الفضاء بشكل طبيعي لانه لا يوجد جاذبيه ارضيه لا يوجد هواء فالصواريخ في الفضاء الخارجي تسير بسهوله لكن في الارض عندما تنطلق تنطلق بصعوبه نتيجه الاحتكاك الكبير بالهواء الجوي هذا يقودنا الى ما هي مكونات الصواريخ الماده التي تصنع منها الصواريخ الصواريخ تصنع من ماده اسمها تيتانيوم التيتانيوم ما هو التيتانيوم؟ التيتانيوم هذه المادة يصنع منها جسم الصاروخ يصنع منها جسم الصاروخ لو كان الصاروخ من الحديد هل بيذوب داخل الغلاف القوي؟ نعم بيذوب داخل الغلاف القوي لأن درجة الحرارة الناتجة عن هذه الحركة إلى أعلى تصل إلى أكثر من 1500 درجة ولذلك تثبيب الحديد لكن التيتانيوم لا يذوب. بكرر مره اخرى بقول الحديد اذا تحرك داخل الغلاف الجوي سيحترق كما نلاحظ في النازك النازك من ماذا تكون من الحديد لكن الصاروخ الصاروخ لن يحترق لانه يتكون من ماذا من التيتانيوم اذا التيتانيوم هي الماده المصنعه لمن للصواريخ على ماذا؟ ما هي الفكره التي بنيت عليها الصواريخ؟ بكرر مره اخرى. ماذا؟ او ما هي الفكره التي بنيت عليها الصواريخ؟ وهي اهم نقطه هي الفعل ورد الفعل. وايش كمان ممكن نقول؟ وكذلك حفظ كميه التحرك. اذا هنا معي سؤالين مهمين، ما هو او ما هي فكره عمل الصواريخ؟ أول نقطة الفعل ورد الفعل حفظ كمية التحرك الخطي هذه مبادئ وفكرة عمل الصواريخ ما هو النشاط الذي بني عليه الصاروخ؟ البالونة انفخ بالون ثم اتركه حرا تلاحظ ماذا؟ خروج الهواء كفعل وانطلاق البالون كرد فعل ممكن كمان نذكر البندقية والرصاصة الرصاصة تنطلق إلى الأمام فعل البندقية تعود إلى الخلف رد فعل قذيفة المدفع فعل رد إرتداد المدفع رد فعل إذا الصاروخ يبنى على هذه الفكرة فكرة الفعل ورد الفعل لماذا يتكون الصاروخ ما هي المادة المصنعة له هي التيتانيوم الصواريخ تعمل بشكل أفضل في الفضاء الخارجي لماذا لا يوجد لا يوجد مؤثر يؤثر عليها لا قوة جاذبية أرضية أو هواء ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة بالنسبة للإيش؟ للصواريخ لماذا الصواريخ أو بمعنى آخر ما الغرض منها؟ بكرره تقوم برفع الأقمار الصناعية لتضعها في مدار ثابت تقوم برفع مكوك الفضاء، رواد الفضاء داخل المكوك، رواد الفضاء داخل المكوك، تقوم برفع رواد الفضاء الى الفضاء الخارجي. وكذلك كما قلت الايش؟ المسابير، المسابير، الصواريخ ذاتيه الدفع تعمل بمبدا الفعل ورد الفعل. طيب هل هناك قوانين لهذه الصواريخ؟ ما هي القوانين؟ الذي يمكن ان نطرحه على هذا الموضوع او على هذا الصواريخ. نبدا باول قانون، قوانين الصواريخ. قوانين الصواريخ أول قانون هو حساب حساب قوة المحرك وهنا بعض الأحيان نسميه قوة الدفع شوفوا نقول بعضنا قوة المحرك أو قوة الدفع على ماذا يعتمد هذا الوضع؟ الصاروخ هذا نشتي نعرف قوي مش قوي على إيش؟ لاحظ معي أول حاجة يجب إن نعرف كم كمية الوقود اللي يحترق؟ وقود. وكم سرعة الوقود اللي تحترق؟ خلال ثانية واحدة خلال الزمن. لاحظ معي. الدفع هو عبارة عن كتلة الوقود الذي تحترق في سرعة الوقود على الزمن. زي السيارة، أقول هذه السيارة قوية، ليش قوية؟ لأنه كمية الوقود اللي تحترق فيها كبيرة، سرعة الوقود كبيرة، إذا السيارة قوية. إذا شوفوا كتلة الوقود اللي يحترق داخل المحرك سرعته لما يخرج من خلف الصاروخ خلال زمن ولنقل خلال ثانية واحدة طيب ايش كمان وزنه؟ وزن الصاروخ هذه قوانين بتاخذها في مسائل الصواريخ وزن الصاروخ وزن الصاروخ ما هو؟ الوزن هو كتلة الصاروخ في عجلة السقوط الحر عجلة السقوط الحر هذه دال عجلة السقوط الحر على الأرض كم بتساوي؟ نحن نفترض أنها بتساوي عشرة بالضبط لكن هي عبارة عن دقة تسعة وثمانية من عشرة إذا الصاروخ وزنه هي قوة جذب الأرض له بينما قوة المحرك هي القوة التي تدفع إلى فين؟ إلى أعلى إذا لاحظوا معي بتكون في قوة تدفع إلى أعلى اللي هي قوة الوقود بينما في قوة تجذبه إلى أسفل اللي هي قوة الوزن إذا كانت قوة المحرك إلى أعلى أكبر من قوة الوزن، الصاروخ بينطلق. إذا كانت قوة المحرك إلى أعلى أقل من الوزن، الصاروخ لن ينطلق. إذا ما هي قوة ثالثة اسمها قوة الصعود؟ لاحظ معي، قوة الصعود، قوة صعود الصاروخ من إيش تتكون؟ من قوة المحرك نفسه، قوة المحرك ناقص وزن الصاروخ قوة المحرك ناقص وزن الصاروخ إذا لاحظ معي الصاروخ وهو ينطلق هناك قوتين قوة تدفع إلى أعلى وهي قوة المحرك أو قوة الدفع أو الدفع إلى أعلى إلى أعلى. هذه بالإضافة إلى قوة أخرى اللي هي وزنه قوة جذب الأرض فإذا كانت قوة المحرك كبيرة أكبر من الوزن الصاروخ بيندفع وهذه تسمى قوة الصعود اللي هي قوة المحرك ناقص وزن الصاروخ نأتي إلى سرعة الصاروخ ما هي سرعة الصاروخ سرعة الصاروخ سرعة الصاروخ سرعة الصاروخ شوف لاحظ ما هي سرعة الصاروخ سرعة الصاروخ عبارة عن ايش؟ سرعة الصاروخ؟ سرعة الصاروخ تساوي لاحظ معي كتلة الغازات اللي الوقود في سرعة الغازات هذا تبع الوقود على كتلة الصاروخ هذه السرعة التي بينطلق بها الصاروخ، هل سرعة الصاروخ تساوي سرعة الوقود؟ لا سرعة الصاروخ لا تساوي سرعة الوقود، سرعة الوقود إلى أسفل كبيرة لكن سرعه الصاروخ الى اعلى بطيئه لكن هناك قاعده تقول ان كميه التحرك للوقود تساوي كميه التحرك للصاروخ لاحظ معي هذه قاعده مهمه قاعده مهمه تقول كميه التحرك للصاروخ تساوي كميه التحرك للوقود الوقود الغازات اللي تحترق كميه التحرك للصاروخ تساوي كميه تحرك للوقود. طيب برغم ان كتله الصاروخ كبير بينما كتله الغازات صغير، اذا كيف تتساوي كميه التحرك؟ دائما الكتله الكبيره تسير بسرعه بطيئه. والسرعه الصغيره تسير بسرعه او الكتله الصغيره تسير بسرعه كبيره، ولذلك لاحظ معي كتله الصاروخ هذه هذه للصاروخ صاد هذه سرعته سرعة الصاروخ يجب أن تساوي كتلة الغازات غين غازات في سرعة الغازات لاحظوا معي كمية التحرك للصاروخ تساوي كمية التحرك للغازات برغم أن كتلة الصاروخ كبير لكن إيش يحصل؟ يحصل أن هذه السرعة تكون صغيرة لأن الكتلة هذه كبيرة بينما هذه الكتلة تبع الغازات صغيرة فتكون هذه السرعة إيش كبيرة فيحصل التوازن ولذلك كمية التحرك محفوظة ما بين الغازات وما بين الايش؟ وما بين الصاروخ. بكرر نقطة مهمة جدا عن الصواريخ وعن قوانين الصواريخ، بقول الصواريخ هي عبارة عن أضخم ما صنعه الإنسان، أضخم ما صنعه الإنسان، ولذلك بقول أن فكرة عمله هي الفعل ورد الفعل، وقانون اللي هو قانون نيوتن الثاني، وكذلك حفظ مبدأ كمية التحرك، هذه أهم نقطة، أهم نقطة بالنسبة للصواريخ. إذا كل ما أحتاجه منكم أبنائي الطلاب أن تعودوا إلى الكتاب وتنظروا طبعا لموضوع الصواريخ والحلقة القادمة إن شاء الله بنستكمل مسائل الصواريخ وقوانينه هكذا انتهينا اليوم من درس الفيزياء أتمنى لكم الاستفادة الجيدة من هذا الدرس وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.